باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: قالا لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتى بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد من في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقال: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين
أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل. فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آل عن أفضلكم. قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. هذا الحديث الطويل العظيم حقيقة، يعني فيه يعني مقتل عمر رضي الله عنه، وفي حقيقة مسائل كثيرة، لكن أختصر ذلك بقول عمر أولا: يعني حملتم الأرض ما لا تحتمل، يقصد يعني من التجارة وأخذ الدنيا وكذا. قال: لا، لم نفعل ذلك. قال: لئن يعني أبقاني الله تبارك وتعالى لا أجعل نساء العراق يحتجن إلى أحد أبدا، يعني يكفي النساء حاجتهن وغير ذلك. لكنه قتل بعدها بأربعة أيام، بعد هذه الجلسة مع هذين الصحابيين. ثم بعد ذلك ذكر مقتل عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر، وكانت ظلمة، وهذا الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي أظهر أنه يصلي مع المسلمين وجلس خلف عمر بالصف، ولما صار عمر يقرأ قرأ سورة يوسف أو النحل، فجاءه هذا وطعنه في ظهره بخنجر مسموم، وبعد أن طعن عمر فقد النص، صوت عمر اللي بالخلف، صار يقول سبحان الله سبحان الله، ما يشوفون شيء، ظلمة. والذين بجانب عمر يعني رأوا ذلك الأمر، فعمر أمسك بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليكمل الصلاة وأدى على حرصهم على الصلاة. وهذا المجوسي الآن يريد الفرار، فصار يضرب بيده بالخنجر كل من حوله، فأصاب مجموعة من الصحابة بهذا الخنجر المسموم، حتى قام أحدهم ورمى عليه عباءة فحتى يمسكوه لا يصيب أحد بالخنجر، فطعن نفسه هذا أبو لؤلؤ المجوسي. ثم لما حمل عمر أكمل الصلاة عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فقال عمر: من الذي طعنني؟ قالوا: فلان المجوسي. قال: الحمد لله أن نشكر على يدي مسلم. ثم التفت إلى ابن عباس قال: أنت وأبوك، يعني العباس، كنتم أكثر الناس حرصا على وجود هؤلاء، يعني كان عمر يريد إخراجهم من المدينة، ما يبقون في المدينة، لكن العباس كان عنده عبيد كثير وابنه عبد الله وكذا، فقال: أنتم كنتم تحرصون عليهما. فقال: إن شئت يعني أخرجناهم الآن. قال: كذبت الآن، كذبت يعني أخطأت في لغة قريش وأهل الحجاز، قال: كذبت يعني أخطأت الآن، صلوا صلاتكم خلاص، ما في هالكلام، هذا ما له قيمة الآن. ثم قال لعبد الله بن دخل عليه شاب، طبعا في هذا الموقف يقول عمر له: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم بعد ذلك استأذن عبد الله، شرب النبيذ، والنبيذ هو الماء الذي وضع فيه شيء من التمر أو غيره من الفاكهة وكذا حتى يتخمر قليلا، فإذا وصل إلى مرحلة السكر صار حراما، قبل السكر لا يكون حراما. فأشرب سرنيف خرج من الجرح، شرب اللبن خرج من الجرح، فعلم أنه ميت رضي الله عنه.
فطلب من ابنه عبد الله أن يستأذن عائشة أن يدفن مع أبي بكر وعمر في بيت، لأنه في بيتها. فذهب إليها عبد الله بن عمر واستأذنه فأذنت، قالت هذا كنت أريده لي، هذا القبر يعني صغر البيت ما في إلا مكان واحد، قالت كنت أريده لي لكن لأوثرن عمر. ثم بعد ذلك قال لعمر أوصي، فقال ما أوصي إلا هؤلاء الستة الذين مات عنهم رسول الله، مات رسول الله وهو عنهم راض، وذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الله بن عوف وسعد بن أبي وقاص. قال وإن يؤمر سعدا فهو كذلك، لأن عمر كان عزل سعد بن أبي وقاص عن إمرة العراق، فيقول ما نزعته عن خيانة ولا شيء، لكن أولئك لا يستاهلون سعد بن وقاص، فقد أصابت سعدا فبها، وإلا فليستعن به من أمر. ثم بعد ذلك جلس هؤلاء الستة مع بعضهم، وقال عبد الرحمن بن عوف يتنازل ثلاثة عن الخلافة، فالزبير قال أنا متنازل، من تختار؟ قال أختار عليا. طلحة بن عبيدة قال أنا تنازل، من تختار؟ أختار عثمان. مع أن الزبير يعني اختار عليا يعني يرى أنه الأولى بهذا الأمر، وطلحة اختار عثمان يرى أنه الأولى، سعد اختار عبد الرحمن بن عوف ويرى أنه الأولى، فتنازل ثلاثة طلحة والزبير وسعد، بقي ثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فعبد الرحمن قال أنا متنازل أيضا لا أريد الخلافة، فأيكما يتنازل للآخر؟ يقول لعثمان وعلي، فسكتا. قال إذن الأمر لي أنا أنظر في الأمر، لأن الآن إذا قال عثمان صار عثمان، إذا قال علي صار علي، فقال دعوا الأمر لي. فجلس أياما رضي الله عنه حتى إنه قال يعني ما تركت بيتا في المدينة إلا سألت فما رأيتهم يقدمون على عثمان أحدا، فاختار عثمان وتمت البيعة لعثمان، وبايعه علي وبايعه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا نشر الحلقة.